حابة أوجه رسالة للمهندسات، بما أني أنا مهندسة أنثى وكمان عندي اهتمام في مجال في مجالات دعم المرأة وتمكين المرأة، وكانت رسالة الماجستير حول تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا عن طريق ريادة الأعمال. حابة أحكي لكل مهندسة أنه الفرص موجودة وبتستنى كل واحدة فينا أنه إحنا نسعى لها. في تحديات كتير بتواجه السيدات بشكل عام والمهندسات ولا يمكن إنكارها. في تحديات اقتصادية بتواجه المرأة، في تحديات اجتماعية، في تحديات ثقافية، ولكن المعادلة هي أنه قد ما الشخص بيسعى بغض النظر هل هو ذكر أم أنثى، بالنهاية حيوصل للمكان اللي بده إياه، وهناك كتير فرص زي ما حكيت بتستنى. وحتى بالنسبة إلي في كتير فرص هي موجهة فقط للسيدات، سواء فرص تعليمية، فرص وظيفية، فرص لدعم المشاريع الريادية، وهي مخصصة فعلا موجهة فقط للسيدات. فالمرأة حاليا أو المهندسة أمامها كتير من الفرص، وحاليا فعلا عم بيصير في دعم حكومي ودعم قطاع خاص وحتى دعم خارج الأردن لتمكين المرأة ودعم تعليمها ودعمها في فتح المشاريع الخاصة فيها. ولكن الأساس اللي أنا دائما مخدا قاعدة بحياتي واللي الأبحاث حتى بتثبته إنه التمكين هو شيء لا يطلب وشيء ما حدا بيستناه. التمكين هو ببلش من أنفسنا، التمكين هو بداية تمكين ذاتي، كيف السيدة بتقتنع بقدراتها وكيف السيدة بتآمن بالإشي اللي ممكن تعطيه، وكيف السيدة بيكون عندها ثقة تامة بالأماكن اللي ممكن توصلها قد ما هي كانت بتفيد نفسها وقد ما هي كانت فعلا قادرة إنها توصل لأماكن أكبر من الأحلام اللي حطت لها. فبالتوفيق لكم جميعاً.